السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نشوفوا سلسلة مع الدوال، الفيديو رقم 5. غادي نخصوا هذا الفيديو إن شاء الله لمعرفة التفسيرات الهندسية للنهايات، يعني غادي نبقاو نعرفوا المستقيمات المقاربة العمودية وكذلك المستقيم المقارب المائي، وما ننساوش أيضا مماس المنحنى عند نقطة ما. نبداو إن شاء الله بالمستقيمات المقاربة العمودية. مثلا نكون نحسب النهايه ليميت لما اكس تؤول لعدد ما، احنا نسميوها ا، حيث ا هذا بطبيعه الحال عدد حقيقي، لدال ما اف لي اكس. اذا صبنا ما لا نهايه، التفسير نتاعنا هنا واش غادي يكون؟ هنا لاحظوا معي هذا الا هذا، عقلوا بلي راه مكتوب قدام الاكس، وفي هذا المكان هذا خاص بالإيكغيك. هنا في الحالة نتاعنا هنا الإكس تاعي راه راه مكتوب قدام الإكس، يعني واش هو التفسير تاعي الهندسي؟ واش نقول؟ إكس يساوي أ مستقيم مقارب عمودي. هنايا باش منبقاوش نتخلطو، عفوا قبل ما نديرو عمودي، كلمة عمودي هذيك بزاف الإنسان اللي يتخلط فيها، معليش نخليوها، ولكن غادي نعلمكم كلمة أخرى باش مابقاش تفرق ما بين عمودي وأفقي. واش غادي نقولو؟ مستقيم مقارب. شوفوا معايا هنايا، إذا كان عندنا هذا محور الفواصل، هذا محور التراتيل، نفرضو على سبيل المثال أ تاعي راه هنا، إذا إكس يساوي أ هو هذا المستقيم، راكو تلاحظو بلي راه يوازي واش؟ محور التراتيل. إذا واش نقول له؟ مستقيم مقارب موازن لمحور التراتيل. الآن نشوفوا إذا ما كان العكس، مش معنى تهالي ليميت لما x تؤول إلى ما لا نهاية تاع f ل x نصيبو عدد حقيقي مثلا b، حيث بهذا ينتمي إلى R. هنا احنا دائما نتبعو العدد الحقيقي هذا كوين راه، كما هنا يراه مع الإيكغيك تسمى خاطي الإكس، يعني واش غادي نكتب؟ نكتب إيكغيك يساوي البي، واش يكون؟ مستقيم مقارب، غادي يكون أفقي، اللي يتخلط في هادي أفقي وعمودي، كي نرسم أنايا، مثلا هذا هو البي، الرسم تاعي هذا هو إيكغيك يساوي البي، راه موازي لواش؟ المحور الفواصل. إذا واش غادي نقول؟ إيكغيك يساوي البي مستقيم مقارب موازي لمحور الفواصل. نشوفو هنا بعد نديرو مثالين باش نفهمو الأمور. مثلا ليميت لما إكس تؤول إلى مثلا نبداو بزائد ما لا نهاية، إلى زائد ما لا نهاية تاع واحد على إكس زائد واحد، مثلا زائد واحد. أنا كون نحسبو النهاية نتاعنا، عندي إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية، زائد ما لا نهاية زائد أي عدد تعطيني زائد ما لا نهاية، واحد على صفر، عفوا واحد على ما لا نهاية صفر، إذا صفر زائد واحد واحد. هنا التفسير الهندسي واش نقول؟ لاحظوا معايا هاد الواحد راه بعيد على الإكس، يعني غادي نقولها إيكغيك يساوي الواحد مستقيم مقارب صحيح موازي، هو أفقي موازي لمحور واش؟ الفواصل. صحيح تفهمنا بلي إيكغيك هو محور التراتب، يعني هذه اللي غادي يكون هنايا عكسه، غادي يكون العكس. نشوفوا مثال آخر، ليميت لما إكس تؤول مثلا إلى 2، نديرو هنا إكس ناقص 2، من فوق نكتبو إكس زائد إي، غادي نديرو بقيم كبرى. هنايا إكس زائد 2 لما نعوض بالإثنان، 2 زائد 2 4، وهنا لما نعوض بالإثنان، 2 ناقص 2 صفر. بما أن هنا عندي قيم كبرى والإكس موجب، يعني غادي تكون موجب،
ربعة على صفر موجب غادي تعطيني واش زائد ما لا نهاية. هنا دائما تبع العدد تاعي الحقيقي، هنا اثنان وراه مكتوب قدام الاكس، يعني واش غادي نقول اكس يساوي اثنان مستقيم مقارب عمودي او موازي، موازي لمحور، بما ان اكس يمثل محور الفواصل قلنا هنا العكس، يعني غادي نقولوا محور التراتب. قد تزيدوا بجوار زائد ما لا نهايه، على زائد ما لا نهايه اللي سميناها. الان ننتقل الى المستقيم المقارب المائي. ليميت لما اكس تؤول الى ما لا نهايه، انا ما يهمنيش واش زائد ولا ناقص، اف لي اكس ناقص واحد المعادله تاع المستقيم ا اكس زائد نلقاها تساوي الصفر، حيث واش حيث ال ا وال ب اعداد حقيقيه، ايضا نسميو دالتا واش يكون هو ايغريك ا اكس زائد ب. نديرو مثال، لدينا اف لي اكس مثلا نقولو تساوي 3 اكس زائد 2 زائد 1 على اكس ناقص 1. نديرو دالتا ايغريك تساوي 3 اكس زائد 2. السؤال يقولك يبين ان دالتا حيث معادلته y تساوي 3x زائد 2 مستقيم مقارب مائل مائل لمنحنى الدالة f. اش معناتها مائل؟ مائل يعني غادي كنرسموه يجي هكا مائل، هذا مائل. اذا نطبق القانون تاعي ليميت لما x تؤول، اولا نجربو في زائد ما لا نهاية، دي فوا كي ما يعطينيش لازم نجرب روحي في المحاولات ولا يبعيني ونشوف. وانا ننصحكم ما نكتبوش كيما هكا قبل حتى التالي ودوك نفهموا علاش، نخليوها هذيك فارغه. نكتب هنا اف لي اكس ناقص الايغريك واش تساوي لي ليميت لما اكس تؤول الى فراغ. علاش فراغ؟ كاين في بعض الحالات ما نعرفش واش عند زائد ما لا نهايه ولا عند ناقص ما لا نهايه، تسمى خصني حتى ندير الطرح وكي نشوف بعيني دوك نفهم. نكتب f لي x اللي هي 3x زائد 2 زائد 1 على x ناقص 1 ناقص واش ناقص 3x زائد 2. هنا واش غادي يصرى؟ غادي تختزل 3x مع 2 مع هذه، واش يبقى لي؟ تبقى لي فقط ليميت لما x تؤول الى اما زائد ما لا نهايه او ناقص ما لا نهايه، واش يبقى لي؟ يبقى لي فقط 1 على اكس ناقص 1. هنا راكم تلاحظوا مهما نعوض بزائد ما لا نهايه ولا ناقص ما لا نهايه دائما غادي تعطي لي 1 على ما لا نهايه اللي هي صفر. اذا نقدر نكتب كيما هكا ما لا نهايه بمعنى الزائد او ناقص، او نكتبو قيمه مطلقه. واش معناتها هذه؟ معناتها ان دالتا ايغريك تساوي 3 اكس زائد 2 مستقيم مقارب مائل بجوار واش؟ بجوار هذه هنا اللي تكون، تسمى دائما هذه بجوار نركزوا على ما لا نهايه، بما ان هنا زائد وناقص نقولوا بجوار زائد ما لا نهايه وناقص ما لا نهايه. واش معناتها هذه هندسيا؟ معناتها مثلا يكون عندي المنحنى كالاتي، مثلا هذا هو الدالتا تاعي على سبيل المثال، هذا هو دالتا. واش معناتها مستقيم مقارب مائل بجوار زائد ما لا نهايه وناقص ما لا نهايه؟ معناتها كل ما هذه هي الاكس تاع زائد ما لا نهايه، معناتها كل ما الاكس يمشي لزائد ما لا نهايه المنحنى غادي يقرب لهذا المستقيم، يقرب 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 وجامي يتوشي. ان شاء الله نكونوا فهمنا هذه الفكره. هذه دوكا اسكو يقرب من تحت او من الفوق؟ هنايا لازمني ندرس الاشاره تاع الفرق اف لي اكس ناقص اي. هاد الدراسه تاع هاد الاشاره هي اللي غادي توريني واش نرسمها مقارب من تحت او من الاسفل. اذا صبنا هاد الاشاره اكبر من الصفر يعني سي اف فوق دالتا، اذا صبنا هاد الاشاره اصغر من الصفر واش معناتها؟ تماما سي اف تحت يقع تحت دالتا. اذا صبناها تساوي الصفر معناتها سي اف يقطع
دونك هنا واحد الملاحظه دائما اللي نبداو به هنا لازمنا نبداو به هنا ماشي بار اكزومبل هنا بدينا ب اف اكس وهنا تقول لها دالتا فوق لا اللي بدينا به هنايا نبداو به هنايا في الكتابه نتاعنا لان الاشاره نتاع الناقص عندي هنايا تهم بزاف. ننتقل الى اخر شيء اللي هو معادله المماس. معادله المماس تكتب من الشكل التالي تي y واش تساوي عند نقطه فاصلتها x f فتحه ل x. فهمنا من قبل باللي العدد المشتق هو اللي يمثل لي ميل المماس. هذه عقلوا عليها مليح مليح مليح. ميل المماس هو عدد المشتق عند هذيك النقطه في x ناقص x صفر زائد f لx. نديرو مثال. مثلا تكون عندنا الداله f لx يساوي x مربع زائد x زائد 1. مثلا يقول لي اكتب معادلة المماس لمنحني سياب عند النقطة مثلا x التي فاصلها x يساوي 2. اول حاجة لازمي نحسب المشتقة وديجا في التمارين يكون حسبها. f لx مشتقة تاع x مربع اللي هي 2x، مشتقة تاع x اللي هي 1، والمشتقة تاع 1 هي 0. انا واش نحتاج؟ نحتاج f فتحة ل 2. اذا ما عليا الا ان اعوض x بال 2. 4 زائد 1 اللي هي 5. دوكا نمشي نعوض عندي في المعادلة تي y واش تساوي؟ تساوي f فتحة ل x صفر، يعني f فتحة ل 2 حسبناها 5 في واش؟ في x ناقص x صفر. x صفر دائما اللي تكون هنايا لداخل هي 2 زائد واش؟ زائد f ل x صفر. هنايا f ل x نتاعي ها هي، نعوضو هنا ب 2 تعطيني 2 أس 2 زائد 2 زائد 1. 2 أس 2 4، 4 زائد 2 6 زائد 1 تعطيني 7. إذا هنايا زائد 7. الآن ما علي إلا أن أنشر. 5x ناقص 10 زائد 7، إذا غادي تعطيني 5x ناقص 3. هذه هي معادلة المماس للمنحني سي اف عند الفاصلة وعند النقطة ذات الفاصلة x صفر يساوي 2. إذا وصلت لهنا معناتها راك وصلت لختام هذا الفيديو. ما تنساوش تدعمونا في هذه القناة وتنشروها بين الزملاء نتاعكم. إن شاء الله في الفيديو القادم سوف نحاول حل تمرين شامل أو نقول نصف شامل حتى نتمكن من بعض المفاهيم حتى نكمل إن شاء الله مع الدوال. دعمكم يحفزنا وما تنساوش صفحة الفيسبوك المستقبل لدروس الدعم. كان معكم يوسف ماروسي، السلام عليكم ورحمة الله.